السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكون تمام. قبل ما نبدأ الفيديو، صلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم. اعذروني شباب على سبب تأخيري بمناسبة نزول 200 مشترك. أول شيء قلت أنا وش بدي الشرح مال الموسم السادس أفضل، يعني هذا ما أساسي، عادة أجي لأي وقت أنزله. قلت أفضل ذاك أنزل لأنه راح ينزل الموسم السادس. الله يجزاكم خير اللي مشترك بالقناة، وخصوصا للأشخاص اللي كان مشتركين معي من البداية، من بداية القناة. الله يجزاكم خير ويكثر خيركم إن شاء الله. بس ما عندي شيء عشان أعطيكم إياه، بس حابة أوقف مع هذه الرسالة. اللي حاب يفتح قناة يفتح، ولو أن عنده ظروف صعبة افتح قناة، ولو أنك ما باغي حتى تفتح قناة افتح، بس قناة على الأقل افتحها ونزل على الأقل فيديو واحد. ممكن في المستقبل راح ترجع القناة وعلى الأقل راح يكون عندك 3 مشتركين أو 4 مشتركين. ترى مو سهل يعني تفتح قناة تقول مثلا في المستقبل افتح قناة وخلاف بيجي مشتركين قليل، لا صعب في البداية. حتى أنا حتى قسيت 6 أشهر وأنا في 3 مشتركين 4 مشتركين، يعني صعب، راح يكون صعب صعب مرة. الا عادي اذا كان شخص مشهور في انستغرام، ايوه خبر مني فاتح قناه في اليوتيوب ما راح يجيوا مشتركين. لكن اذا كان ما عندك انستغرام ما عندك شيء، قلت تفتح قناه راح يجينا على المشتركين مره، لا لا هذا ما راح تحصل بكل سهوله. افتح قناه وراح يجيك الخير، ولو انك ما مستمر عليه على الاقل في اسبوع مقطع، ولو ما 30 ثانيه ما لازم. راح يكون مثلا انزل مقطع على لعبة براوستر فقط، نوع اي شيء، نزل اي شيء. ما لازم مثلا قول هذا يوتيوبر نزل عن براوستر انا نوب انزل براوستر، ما لازم، نزل اي فيديو بيطح بالك، ولو انك مثلا حياتك يومية مثلا كيف اقوم كيف، يعني امثلة ما تسويها، يعني نزل اي شيء بيطح بالك. ما لازم العاب، على الاقل شرح برامج او ان كيف مثلا تصنع بالخشب، اي شيء تصنع بخشب، او كنت محترف في التصميم، او انك حاب، يعني اي شيء، نوع ما لازم يكون جيمينج. اذا كنت ما تعرف اي شيء مثلا كيف افتح قناة كيف اسوي حساب، واقول انك الجوجل او عندك اليوتيوب اسهل شيء، كتب اي شيء مثلا كيف انشأ قناة على اليوتيوب، راح يظهر لك اشكال وانواع كيف تفتح كيف تصمم كيف تسوي صورة مصغرة. انا كله تعلمت من اليوتيوب، اول كنت ما عارف اي شيء، ما عارف، بس جيت فتحت، كنت حتى فاتح قناة قبل خلاف قفلتها حتى لا فيها صورة مصغرة ولا شيء، واصلا اغلب الفيديوهات شالينها من قنوات اخرى، وايضا هذه القناة اللي فتحناها ناتو نابا اغلب الفيديوهات شالينها من قنوات الاخرى. بس لكن انت ما تسوي هذه الحركة، هذه الحركة خطأ، لان اذا شركة يوتيوب لاحظت عليك انك شال فيديوهات من قنوات اخرى راح يحضروك. بس عادي اذا في البداية مثلا عادي تشيل هو فيديو وتتكلم عنه، عادي ده ما في شيء، وتحط يكون لازم رابط في الوصف، فاهم شيء، عشان عن اذا جاك هو الشخص قالك ليش شيل فيديوهاتي الى قناتك وذا، قول له اذا ذا قول له رابط قناتك في الوصف، ايش فيها، ما فيها شيء، يعني عادي افتح فيديوهات نزل، وعلى الاقل ولو فيديو واحد، ده هذا راح يكون مستقبلك، وترى ما صعب مرة. نقرر ننزل فيديو بسيط، ما لازم مثلا، وايضا المونتاج ما يبغاله يعني كله مثلا تصمم لك اكثر من 6 ساعات عشان اسمه المونتاج، عاد بس سوي صوت موسيقى وتكلم، ما لازم تسوي حركات مثل بعض يوتيوبر يسوي لك صوت يوم ينام يوم مثلا مذاك يتكلم ما يعرف ايش يقول يسوي اصوات، ما لازم تكلم عادي، واذا كان في خطأ قطع الصوتية ذيك، وعندك في برامج وقدات يعني تستخدمها حل تقطع الفيديو او المونتاج قصدي. وايضا بخصوص الصورة المصغرة، ما لازم تتعب عليها 6 ساعات تجلس عليها، سوي صورة اي صورة حتى من اللعبة، سوي صورة اكتب اصعب تحدي مثلا، او ان تسريبات الموسم السادس مثلا، قول اي شيء اكتب اي شيء، ما لازم تتعب عليها الصورة المصغرة. الى هنا وصلنا لحلقتنا اليوم، اتمنى يعجبك الفيديو، واستمر افتح قناة واستمر فيها لا تتوقف، وايضا لا تنسى اللايك والاشتراك، ومع السلامة.